ارتأينا في منظمة النساء في شهر رمضان المعظم أن ننظم مائدة مستديرة حول موضوع حضور المرأة في بناء النموذج المغربي للتصوف، التي تتميز اليوم بمشاركة نخبة من العلماء والأستاذات والأساتذة الأجلاء الذين يمثلون مختلف المؤسسات العلمية الدينية ببلادنا، بدءا بالمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء، ثم أساتذة باحثين في مجالات الأنثروبولوجيا والتاريخ علم الاجتماع. وهي مناسبة لكي نستحضر إسهامات المرأة في بناء النموذج المغربي للتصوف، والتي لعبت فيه المرأة دورا كبيرا فكرا وممارسة وعقيدة وسلوكا وعمرانا أيضا، والذي لا زالت له امتدادات اليوم في المجتمع من خلال عدد من المواسم التي يتم إحياؤها في الزوايا، والتي تعتبر امتدادا لهذه الممارسة. والهدف من هذا اللقاء هو أن تساهم منظمة النساء بإضاءة هذه الإسهامات، وأملي أن نصل ذات يوم إلى إصدار معلمة لنساء المغربي المتصوفات لتعريف بهذا النموذج الذي يشكل كما تعرفون نموذجا أيضا لإفريقيا، لأنه يرتكز على الإسلام السمح المعتدل.